تحية لكم أينما كنتم في حلقة جديدة من الصحافة اليوم، نستعرض فيها أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية عن شأن اليمني وعن آخر مستجدات الساحة العربية. هنالك ردود فعل في كثير من الصحافة بين من يصدق ومن يكذب مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على رجل الإرهاب والتطرف البغدادي. الإخراج أو السيناريو الذي تم بنفس السيناريو الذي حدث لبن لادن، ما أكد الشكوك لدى البعض أن أمريكا تتخذ نفسها دور البطل في أفلام بوليوود، ومسألة أنه كيف ينتهي دور الشرير كما حدث في أسامة بن لادن الذي قيل أنه ذهبت جثته إلى البحر، ونفس السيناريو تم إخفاء معالم أيضا البغدادي وكثير من العمليات الإرهابية التي تضع الشكوك حول أن الأمريكا والدول بعض الدول العظمى التي لها مصالح بيع صفقات السلاح وراء هذه المسرحيات الهزيلة في تلاعب بورقة الإرهاب في المنطقة العربية. أمام هذا التطور وأمام سياسة الأخذ والرد بين مصدق ومكذب، سيكون معي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ منير أديب الخبير في الجماعات الإرهابية. مرحبا بك يا أستاذ منير. أهلا وسهلا بك يا أستاذ فارس وكل مشاهدينك الكرام. وحيك. وللتعليق أيضا على آخر المشهد العربي الذي تشهده أيضا لبنان والعراق واستمرار المظاهرات المنددة بالتدخلات الإيرانية في هاتان الدولتان، سيكون معي اللواء عبدالله القحطاني خبير عسكري من الرياض، وأيضا الخبير العسكري اليمني العميد علي ناجي عبيد. أذهب إلى عناوين الصحف المحلية من موقع اليمن اليوم وأبرز ما جاء فيها. ميليشيات الحوثي تقتحم قرية في الحدا وتقتل أحد المواطنين. انفجار سيارة مفخخة وسط جامعة دمار. وكالة خبر رويترز تكشف تفاصيل اجتماع الحريري بمسؤول في حزب الله قبل الاستقالة. القوات المشتركة تكسر زحفا حوثيا شمال العود بالضالع. الإمارات تعلن عودة قواتها العاملة في عدن بعد إنجاز مهمتها. صحيفة الأيام الزبيدي اتفاق الرياض خطوة استراتيجية بجهود سعودية. الإمارات سلمنا عدن لقوات قادرة على مسك الأرض باحترافية. اعتقال 10 في عتق بينهم نجل الرئيس الانتقالي. لملس اتفاق جدة خارطة الطريق تنتهي بتقرير مصير الجنوب. صحيفة عدن الغد القوات الإماراتية تغادر عدن والسودان يبدأ سحب جنوده. الجيش يسيطر على أحور وقوات الحزام تلتحق به. صحيفة الأمناء القوات الجنوبية تستهدف ميليشيا الحوثي بصاروخ حراري غرب قعطبة. موقع نيوز يمن النيابة الجزائية بعدن تصدر أمرا بالقبض على نجل قائد ميليشيا الإصلاح بتعز. طارق صالح معركتنا مع الكهنوت مستمرة حتى استعادة البلاد وحق الشعب في انتخاب من يحكمه. محكمة الحوثيين تصدر حكما نهائيا بإعدام نازح مختطف. ومن الصحافة المحلية إلى العربية والدولية يبدأ من الشرق الأوسط وأبرز ما جاء في عناوينها. جريفيث اتفاق الرياض سيسهم في الحل. دعوة العرب لمزاحمة المستثمرين الصينيين والروس في أفريقيا. عقوبات خليجية أمريكية ضد كيانات إيرانية. الاحتجاجات تعود إلى لبنان غداة الاستقالة. دول الخليج وأمريكا تصنف قوة الباسيجة الإيرانية منظمة إرهابية. دعاة اليمن يرفضون أفكار ميليشيا الحوثي وأجندات تغيير الهوية الوطنية. تفكيك حقل الألغام في الحديدة. آل جابر يؤكد اهتمام برنامج الإعمار السعودي بالخدمات الأساسية والبنية التحتية اليمنية. صحيفة العرب اللندنية سوريا تستدرج تركيا للمواجهة من خلال الأكراد. قضية إبادة الأرمن تنفجر بوجه أردوغان. الحريري يربط رئاسته لحكومة جديدة بضمها للتنقراط. الأسد يفاوض من موقع قوة في محادثات اللجنة الدستورية التاريخية. تسلم السعودية الملف الأمني في عدن يثبت اتفاق الرياض. الإخوان يحاولون الركوب على احتجاجات سقطرى. إخوان ليبيا يستطلعون موقف الرئيس التونسي الجديد. صحيفة القدس العربي انطلاق أعمال الدستورية السورية في جنيف وسط آمال وتوقعات ضئيلة بنجاحها. العراق 100 قتيل خلال أسبوع والمتظاهرون يصرون على إسقاط الحكومة. خامنئي يتهم أمريكا والسعودية بإذكاء الاضطرابات في لبنان والعراق. كيف تحدى الحريري حزب الله واستقال من رئاسة الحكومة اللبنانية.
قوات سوريا الديمقراطية ترفض دعوة قوات النظام السوري للانخراط في صفوفها. تفاصيل جديدة عن عملية قتل البغدادي، وقائد الجيش يشكك في رواية ترامب كان يبكي ويئن. إذن أدعوك أستاذ منير، من حيث انتهت الصحافة العربية وهي صحيفة القدس العربي التي جاءت بهذا المنشئ تفاصيل جديدة عن عملية مقتل البغدادي، هنالك شكوك وردود فعل ما بين العمليات التي تعلن عنها الولايات المتحدة الأمريكية في تصديها للإرهاب والتطرف، فمن يقول أن راعي الإرهاب والتطرف هي البيت الأبيض إن صح التعبير أو السياسة الأمريكية لأنها تتخذ من هذه الجماعات ورقة للتلاعب أو للنفوذ في الوطن العربي وشراء صفقات السلاح، وبينما نؤيد أنه لابد على العالم أن يكافح الإرهاب. هل أنت يعني باعتبارك كمتخصص في هذه الجماعات، هل فعلا تم القضاء على هذا الإرهابي أم هي مسرحية هزلية كما يقول البعض أنه انتهى دور المجرم في هذا الفيلم الذي أخرجته الولايات المتحدة الأمريكية بنفس السيناريو، خصوصا نفس الإعلان الذي جاء على لسان أمريكا في مقتل أسامة بن لادن؟ يعني بكل تأكيد يعني هذه العملية قضت في النهاية على ما يسمى أو ما يلقب بخليفة داعش أبو بكر البغدادي. هو بالفعل قتل على خلفية عملية عسكرية قامت بها القوات الأمريكية، ولكن القوات الأمريكية فقط قامت بتنفيذ هذه العملية من أجل أن تحصد انتصار قد يكون شكلي أو رمزي للولايات المتحدة الأمريكية. هذه المعلومات التي وصلت عن مكان اختباء أبو بكر البغدادي لم تكن ملكا للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما كانت ملكا لقوات سوريا الديمقراطية، هي التي أعطتها للولايات المتحدة الأمريكية. وإذا أردنا أن نقول من قتل البغدادي فليس الأمريكان، إنما هي قوات سوريا الديمقراطية التي وصلت إلى مكان اختباء أبو بكر البغدادي، وهذا هو الانتصار الحقيقي. كيف يمكن التأكد أنه فعلا تم تصفية هذا الإرهابي يا أستاذ بدر؟ هناك تساؤلات كثيرة، يعني لماذا أمريكا تحاول أن يعني تعلن وتقدم نفسها، هل لنقل أنها سبق سياسي بالنسبة لها أو صفقات سياسية لانتخابات ترامب القادمة، لكن لماذا لم تكن هنالك أدلة على أنه تم تصفية هذا الإرهابي، أم أنها عملية يشوبها الغموض؟ يعني تم الإعلان عنها وتم تصفية هذا المجرم وانتهى الإشكال والناس انقرفوا وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، نفس السيناريو الذي حصل أسامة بن لادن الذي أيضا كان سبب في نكبة 11 سبتمبر وما تبعها أيضا من أحداث في الوطن العربي. يعني القوات الأمريكية عندما نفذت هذه العملية هي لا تريد لهذه جثة أبو بكر البغدادي أن يكون لها مكانا معلوما، وأعتقد أنه لن تستقبل دولة عربية أو غير عربية هذه الجثة ولن ترضى بدفنها في أراضيها. إذن هناك زاويتان، زاوية لا علاقة بوجود قبر مشهود ومعلوم قد يكون مدار لهؤلاء المتطرفين في مشارق الأرض ومغاربها، والأمريكان لا يريدون هذا الأمر. ليس هذا الهدف أن أقصده يا أستاذ منير، إنه الأدلة التي الناس تؤمن بالإبهار البصري بالصورة، يعني الصورة لم توجد كلها معلومات مخابراتية انساقت وراءها وسائل الإعلام، يعني هنا يشوبها الغموض أنه قد تكون هذه المعلومة خاطئة أيضا، لأنه سبق وتم الإعلان أكثر مرة أنه تم تصفية هذا الإرهابي وغيره من الإرهابيين ثم فجأة يظهرون من جديد. نعم، يعني أعتقد أنه تم استخدام الحامض النووي في تحليل هذه العينة، وأكدت أن المقتول أبو بكر البغدادي، ولكن يعلم الجميع أن أبو بكر البغدادي قام بتفجير سترته أو حذامه الناسف الذي كان موجودا معه، وتحولت هذه الجثة إلى أشلاء، وبالتالي أعتقد أن وجود صورة مرئية أو صور ربما صامتة تم التقاطها لهذه الجثة أعتقد أنه أمر من الصعب، ولن يحدد على وجه التحديد عما إذا كان المقتول أبو بكر البغدادي أم لا. نعم. ولكن كل المحاولات أستاذ فارس التي أعلنت فيما قبل عن مقتل البغدادي لم تكن وفق معلومات دقيقة، ومنذ اللحظة الأولى لإعلانها كنا نخرج ونقول أنه لا يوجد ما يؤكد مقتل البغدادي، ولكن دعني أقول لك أن حتى الدواعش على الصفحات والمراسلات ربما السرية والخاصة بهم نعوا أبو بكر البغدادي. في حقيقة الأمر لم يصدر نعيا
رسميا من قبل التنظيم، ولم يعلن التنظيم أيضا تولية خليفة للخليفة أبو بكر البغدادي، ولكن هذا ربما يحدث خلال الساعات والأيام القادمة. ولكن على كل الأحوال هناك معلومات تؤكد أنه تم تسليم أبو بكر البغدادي وفق معلومات استخباراتية كانت محل قوات سوريا الديمقراطية حصلت عليها من تنظيم حراس الدين وهيئة تحرير الشام الموجودة في هذه المنطقة شمال غرب سوريا، ومن ثم إعطائها للأمريكان ليحققوا هذا الانتصار الشكلي أو الزائف على تنظيم داعش. ودعني أذكر ربما المشاهد بأن دونالد ترامب خرج في 22 مارس من العام الجاري ليعلن سقوط مملكة داعش، بينما استمر منذ مارس وحتى أكتوبر ستة أشهر أو سبعة أشهر لم تستطع القوات الأمريكية الوصول إلى رأس التنظيم أبو بكر البغدادي. بل دعني لأذهب لأبعد من ذلك، عندما أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وفق أو يعني كان هذا التحالف موجود فيه أكثر من 80 دولة، لم يصلوا إلى رأس البغدادي ولم ينجحوا في القضاء على هذا التنظيم المتطرف. هل فعلا كانوا غير قادرين أم هم لم يعني لا يريدون أو لم يحين الوقت أنه وقت قتل الشرير يعني كما تفعل أفلام بوليود؟ يعني قد يكون هذا أو ذاك، وقد يجتمع السببين، ولكن هذا ربما يؤكد القوة المذيفة للأمريكان أو ما يريد أن يصف الأمريكان به. وأعتقد أن المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس وتحدث فيه قائد القيادة المركزية الوسطى المسؤول عن اغتيال البغدادي قال كلاما ربما فيه مبالغات فضلا عن المبالغات التي قالها دونالد ترامب، ونحن من واقع تخصصنا وفهمنا لهذه التنظيمات المتطرفة نقول أن هذا قد يكون فيه مبالغة. يعني عندما يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول أن أبو بكر البغدادي كان يصرخ قبل أن يموت ويعلن تألمه وهو يريد ألا يموت، يعني هذا كلام غير صحيح. يعني نحن نقول أنه شخص متطرف بالفعل وقتل وذبح العشرات، وهذا ما يثير الشكوك أنها أيضا يعني تلاعبات أو تسويقات سياسية يعني لا يعني لم يكن الهدف منها القضاء على الإرهاب. سأعود إلى هذه التفاصيل. أذهب إلى ضيفي من الرياض الخبير العسكري اللواء عبد الله القحطاني. مرحبا بك سعادة اللواء. أهلا وسهلا، حياكم الله. نحيك سعادة اللواء. أعلنت إذن الولايات المتحدة الأمريكية بأجهزتها الإعلامية والمخابراتية عن إسقاط زعيم داعش أو مقتل زعيم داعش. هنالك من يرى إنه اليوم هل فعلا أو التساؤل هل أصبحت أمريكا أيضا يعني جادة في محاربة الإرهاب وتطرف المنطقة العربية، أم أنها تتخذ هذه الورقة لأجل مصالحها المالية والسياسية، صفقات السياسية إن صح التعبير؟ كيف تقرأ ذلك؟ أعتقد الموضوع يختلف عن هذا. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن القول أنها لا تحارب الإرهاب، لأن حقيقة هي مستهدفة من هذا الإرهاب. لا ننسى 11 سبتمبر، ولا ننسى أن تتعرض لهجمات، ولا ننسى أيضا أن الفاعل أو الذي يقف خلف الإرهاب عموما هي إيران، وإيران لها حقيقة أعمال إرهابية ضد أمريكا وضد مصالحها. ولكن أتفق معك بأن الطريقة التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل أبو الإرهاب البغدادي فيها نوع من المبالغة الحقيقية أو المقصودة طبعا، وهو التسويق لمقدرة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أنها هي الدولة التي قادرة على أن تصل إلى رؤوس الإرهاب. إذا ما علمنا أيضا بأن أسامة بن لادن هي من قتلت، وأيضا يأتي أبو بكر البغدادي حاليا في هذا المجال، وهناك أيضا إرهابيين آخرين. أعتقد أنها تم توظيفها، وهذا مشروع على كل حال حتى لا نكون يعني غير منصفين. هذا مشروع لأي دولة أن تتخذ من أي عملية تقوم بها أن تجعل منها شيئا مهما وأن ترسل رسائل مختلفة في هذا الاتجاه. لكن الذي يهمنا في النهاية هو أن يكون هناك جهود دولية تتضافر معنا نحن أبناء هذه المنطقة العربية في محاربة الإرهاب، أيا كان هو المتعاون، الولايات المتحدة الأمريكية أم الاتحاد الروسي أم غيرهم. طيب سعادة اللواء، إذا ما تحدثنا بصراحة وعدنا إلى ما قبل يعني
احداث سبتمبر، هنالك من يرى انه الولايات المتحده الامريكيه تلعب بهذه الاوراق لاجل مصالح سياسيه وصفقات ماليه، كما حدث وصناعه اسامه بن لادن لتفكيك الاتحاد السوفيتي، كما حدث وجدت ضالتها في مساله يعني تنظيم داعش في العراق وبلاد الرافدين، وجدت ايضا ضالتها في اليمن ودول الخليج في الحوثي، ولو كان القادر على صناعه نفس الورقه الارهابيه التي صنعته تحت مسمى القاعده وداعش لفعلت في اليمن، لكنها شعرت كما يقول البعض او يرى مراقبون انها وجدت ضالتها في الحوثي، وما زالت اليوم تتلاعب حتى بورقه الحوثي، لم تصنفهم حتى كجماعه ارهابيه، ولم تحصل حتى اي ضغوطات للتحالف او تسمح للتحالف بالحسم العسكري. وهذه حقيقه، لا يمكننا ايضا ان نقول عكس ما ذكر جنابك. نعم، وازيد على هذا بان القوى الغربيه بشكل عام والقوى الدولية الكبرى التي تتحكم في مسار الأحداث إلى حد ما وخصوصا على الجانب الإرهابي، نعم هي ليست منصفة معنا كعرب في هذه المنطقة، وليست بريئة من صناعة أو خلق أو دعم أو التغاضي عن الإرهاب. وأيضا مرة أخرى إذا أردنا أن نكون منصفين، هي ليست الولايات المتحدة الأمريكية وحسب، وإنما حتى هذا الاتحاد الأوروبي موقفه أيضا سلبي. ولكن بما أن السؤال يتمحور على دور الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا حقيقي ما ذكرته وما ذكر جنابك في أن الحوثي انقلابي إرهابي فرع لثورة إيران الإرهابية، ومع هذا لم يجد من الاهتمام الأمريكي ما يجب. نعم نتفق بهذا الجانب، الولايات المتحدة الأمريكية لو أرادت هي وبعض الدول الأخرى أن تحارب هذا الانقلاب لساعدت الدول العربية والتحالف العربي بشكل مختلف عما حصل، ولتمكن الجميع من القضاء على الإرهاب ليس فقط الحوثي. أيضا هذا مثار تساؤل آخر، الحوثي هو إرهابي وانقلابي وهو جزء من كل، لماذا لا يكون هناك مصالحة ويكون هناك تعاون لمنع هذا الإرهاب سواء كان على الجانب الحوثي أو جانب حزب الله أو جانب المنظمات الإرهابية الأخرى أو حتى على المستوى التطرف والتشدد الذي يؤويه الغرب تحديدا. ترى على فكرة يعني، وهذا لابد أن يقال، مصدر الإرهاب في منطقتنا العربية ليس نابعا 100% من هذه المنطقة، وإنما مصدر إليها حتى وإن كان المنفذ والمخطط من أبناء المنطقة، ولكن قادم من الغرب تحديدا. نعم، أرجو أن تبقى معي سعادة اللواء، أذهب إلى الخبير العسكري اليمني العميد علي ناجي عبيد. مرحبا بك سيارة العميد. حياكم الله. أحييك سعادة العميد. إذا ما تحدثنا اليوم عن الورقة الإرهابية التي ترى أو يرى مراقبون على أنها ورقة رابحة للدول العظمى خصوصا التي تلعب تحت مسمى ورقة الإرهاب في صفقات لتحقيق صفقات سياسية وصفقات مالية، هل اليوم المجتمع الدولي رغم يعاني من الإرهاب جاد في محاربة الإرهاب، أم كما يرى سعادة اللواء القحطاني أنه هذه أو هؤلاء الإرهابيين تم تصديرهم من الغرب إلى الوطن العربي؟ بشكل عام سعادة اللواء كان صادقا تماما بحديثه بأن هناك أيضا تصدير من الغرب، بل أن صناعة الإرهاب أتت في ظل الحرب الباردة بصراع بين العسكري الإشراكي والرأسمالي. الإشراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق والرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الفترة الصراع هذه أيضا نحن العرب دخلنا والدول التي دخلت في صناعة الإرهاب هذه في هذا في إطار الصراع هذا. وبدأ من أفغانستان. تلاحظ هذه التيارات الدينية اللي صنعت في الغرب وأتت تنفذ مهام في الشرق الأوسط وفي الشرق العربي وفي منطقة الجزيرة العربية أساسا صناعة أمريكية غربية. لكن كانت من في الاساس تهدف ضد المعسكر الاشتراكي والقوى القوميه واليسار، يعني قوى اليسار القومي. كانك مد، هذا شكلت حزام مكافحه المد القومي واليساري او الاشتراكي بمثل هذا الفصائل الارهابيه على اساسها، يعني ومنها القاعده التي صنعت في افغانستان. عندما انتهى هذا الصراع وسقط الاتحاد السوفيتي اصبحت هذه القوى هي موجهة ضد من صنعها تماما، ضد أمريكا وضد أوروبا بشكل عام، بحيث أنها تعاني من الإرهاب ونحن نعاني منها أيضا بالمقابل، وأيضا الدول العربية التي شاركت في ما يسمى كان بالحركة الجهادية
ضد التعصبية أو ضد الماركسية والإلحاد إلى آخره، أو حتى ضد المد القومي. ساهمت أيضا هي تعاني لأنه لم يكن لك حل ما بعد ذلك، فإن كان هؤلاء الناس عندما يأتي تخلصوا منهم ذهبوا إلى هناك المتحمسين الواقفين ضد هذه الأنظمة الخائفين من ثورات داخلية أو تصدير ثورات من المعسكر الاشتراكي. بعدها إلى فين أتى إلى نفس عاد الرمح اللي يوجه إلى صدر من صنعاء إلى صنعاء الأمريكي. لكن في هذا الضرب، في هذا الضرب لو مثلا حينها من هي الآن المستهدفة أيضا بالمقابل ليس فقط قوى الغرب وليس فقط قوى الدول العربية، لكن أيضا قوى اليسار القومي، هذه قوى اليسار وقوى القومية. إذا التحالف الآن قائم من يفترض حتى ننجح في مكافحة الإرهاب واجتثاثة أنه هذا الذي كان هدفا لهذه القوى الإرهابية حين عندما كانت تسمى بالقوى الصديقة أو إلى آخر، الآن أصبحت هي هدف للإرهاب. والقوى التي صنعتها أيضا لهدف مكافحة المعسكر الاشتراكي وامتداداته أصبحت هي هدف. إذا توحد المعسكر، إذا لابد من وحدة متكاملة ومتوفرة. يعني مثلا عندنا في الجزيرة في أو في الوطن العربي والعالم الإسلامي تقود الرياض أن يكون هذه القوى مثلا عندنا في اليمن القوى تمثلها المؤتمر الشعبي العام، الحراك الجنوبي، البعثيين الاشتراكيين في وقت بتخليهم عن نظراتهم الاقتصادية السابقة اللي هي القطاع العام إلى آخره والنشر الاشتراكي، وهم الآن أصبحوا هدف للإرهاب بشكله أو بوجهه الشيعي والسني. نعم. إذا أرجو أن تبقى معي سعادة العبيد حتى ننجح. نعم وصل رسالتك. وصل واصل واصل ساعد لك إذا ساعد لك في هذه التفاصيل. إذا إقامة هذا التحالف نعم ايه اللي عاوز انت قل لي ساعد لك اذا سعادة العميد. استاذ منير اذا ما تحدثنا ايضا على انه المجتمع الدولي سبب رئيسي في تصدير الارهاب الى المنطقة العربية، كيف يمكن ايجاد تحالف ايضا عربي لمكافحة هذه الورقة التي اصبحت تهدد امن واستقرار الوطن العربي وتحت كثير من المسميات، القاعدة، داعش، ميليشيا الحوثي، حزب الله وغيرها من هذه المسميات؟ نعم بكل تأكيد المجتمع الدولي وراء ربما نشأة العديد من التنظيمات المتطرفة عابرة الحدود والقارات، وربما وفرت لها حاضنة وملاذ، وأيضا فضلا عن ذلك قدم لها دعما عسكريا ودعما سياسيا. وما الحوثي ببعيد وما القاعدة ببعيد في العام 1979 عندما دعمت المخابرات الأمريكية CIA هؤلاء التكفيريين أو ما كان يسمى أو يطلق عليهم وقتها المجاهدون العرب، ثم نشأ من رحم هؤلاء ما يسمى بتنظيم قاعدة الجهاد، ثم نشأ من رحم تنظيم قاعدة الجهاد تنظيم داعش الذي وفر له حماية بشكل أو بآخر. ولذلك أتفق معك أن فكرة المواجهة لابد أن تكون أو يكون منطلقها الأساسي عربيا. نعم. العرب هم الذين يتحملون العبء الأكبر في القضاء على هذه التنظيمات، هم الذين يرون خطورة هذه التنظيمات. هذه التنظيمات مشروعها قائم ضد المشروع العربي القومي الوطني، هؤلاء يريدون هدم أوطانهم من أجل أن يقيموا ربما عروشا لهم، وأعتقد ما فعلوه في ليبيا أو ما يحاولون فعله في سوريا واليمن والعديد من الدول لا يخفى على أحد. وبالتالي لابد أن تكون هناك جهود عربية يتم تعزيزها في هذا الشأن، ولا يتم الاعتماد على أمريكا التي وظفت هذه التنظيمات لمصالحها السياسية حتى يتم القضاء عليها. ولا بد أن يكون التعامل معها أستاذ فارس وفق شقين، شق عسكري أمني وشق فكري، لأننا فقط لا نريد القضاء على هؤلاء الإرهابيون، وإنما نريد أيضا القضاء على الأفكار المؤسسة التي يستندون إليها وعليها. صحيح. من أجل ممارسة هذا الإرهاب الذي يمارسونه في كل مكان. نعم. طيب أستاذ منير إذا ما تحدثنا أنه بعد سقوط أو الإعلان عن مقتل بن لادن معظم القيادات التابعة لتنظيم القاعدة في أفغانستان احتضنتهم طهران، هذا التناقض القائم وهذه معلومات ربما لا تخفى على أحد، ما علاقة إذن طهران أيضا برموز القاعدة وخصوصا قاعدة بن لادن؟ احتضنتهم طهران وما زالت تحتضنهم طهران. انظر
أين هم زوجات أسامة بن لادن وكثير من أولاد أسامة بن لادن وكل التكفيريين ربما ذهبوا إلى طهران وكانوا يقيمون فيها. انظر من قتل السادات عصام الإسلامبولي، سموا شارع باسمه وما دال باسمه هذا الشارع احتفاء بهذا التكفير، وكان ينتمي إلى الجماعة الإسلامية المسلحة، الجماعة الإسلامية المسلحة في مصر والتي خاضت حربا وصراعا مفتوحة مع الدولة المصرية في التسعينيات من القرن الماضي، عندما هرب هؤلاء خارج الحدود المصرية ذهبوا إلى أفغانستان ومنها إلى طهران وأقاموا هناك في طهران إقامات طويلة وممتدة. إذن هناك ثمت علاقة ما بين تنظيم قاعدة الجهاد وما بين طهران. ولما نذهب بعيدا، انظر إلى التسجيلات الصوتية التي خرجت والتلاسنات التي خرجت ما بين أيمن الظاهري زعيم تنظيم قاعدة الجهاد وما بين أبو محمد العدناني المتحدث باسم تنظيم داعش والذي قتل ربما منذ أكثر من 3 سنوات من الآن. اتهم أبو محمد العدناني أيمن الظاهري بأنه طلب منه ذات يوم بألا يقاتل إيران أو يلقي صاروخ واحد على إيران أو ينفذ عمليات إرهابية ضد هؤلاء الشيعة وضد إيران على وجه التحديد. وقتها قال أبو محمد العدناني في التسجيل الصوتي الذي ما زال موجودا على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، اتهم أيمن الظواهري بأنه عميل للمخابرات الإيرانية. إذن من الذي يتهمه؟ داعش هي التي تتهم القاعدة، ومن ثم هناك علاقات طويلة وممتدة وقوية ما بين طهران وما بين تنظيم قاعدة الجهاد. نعم. وطهران أرادت استثمار هذه التنظيمات لصالحها. ولما نذهب بعيدا، فروسيا من قبل استثمرت هذه التنظيمات لتوجيه طعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتضنت أيمن الظواهري، عندما أعلن ما سمي في العام 1997 الجبهة العالمية لمحاربة الصليبية الصليبيين وإسرائيل. روسيا قامت بدعم هؤلاء القاعديين لأنهم كانوا يريدون توجيه ضربات إلى أمريكا، وبالتالي هنا طهران، وطهران أيضا حليف استراتيجي لروسيا، هي دعمت تنظيم قاعدة الجهاد كما دعمت روسيا من قبل هذا التنظيم المتطرف، وكما دعمت الولايات المتحدة هؤلاء المتطرفين. الكل استخدم، يعني استخلص ان المجتمع الدولي يتلاعب بهذه الورقة اكثر من دولة لاجل مصالح. نعم، بكل تأكيد اتفق معك. ولذلك نحن لا نعول على الولايات المتحدة الامريكية ولا المجتمع الدولي. هؤلاء ربما يستخدمون هذه التنظيمات لمصالحهم، من اجل مصالحهم السياسية في منطقة الشرق الاوسط. من يشعر بألم هذه التنظيمات ومن يشعر بخطورة هذه التنظيمات على الأوطان العربية، خطورتها من الناحية العسكرية والفكرية ومن ناحية الأمن القومي، هم العرب. نعم. أنفسهم الذين يعلمون حقيقة الإسلام ويعلمون حقيقة هذه التنظيمات المتطرفة. نعم. أرجو أن تبقى معي أستاذ منير، أيضا أذهب إلى اللواء مجددا عبد الله القحطاني. سعادة اللواء، كيف تفسر أنت يعني أن تحتضن طهران جماعة بن لادن أو رموز القاعدة في أفغانستان، والعلاقات اليوم التي بدت أيضا واضحة ما بين القاعدة واحتضانها أيضا لجماعة الإخوان؟ يعني هل نستطيع القول أنه أيضا لطهران علاقة بهذه الجماعة الإرهابية رغم التفاوت القائم ما بين منهجها اليساري كجانب شيعي وبين هذه التي تدعي سنية والتي تظهر للناس أو للعوام أنه بينهم عداء عقائدي وكل يكفر الآخر؟ هذا صحيح. بداية دعني أذكر شيء مهم جدا ربما لا يعلم الكثير، أن هناك حوالي 800 إرهابي محتجز لدى قصد أو سوريا الديمقراطية بسوريا. هؤلاء 800 هم من أوروبا تحديدا، ورفضوا استلامهم. لاحظ، رفضوا استلامهم بعد أن تم إلقاء القبض عليهم، من مواليد أوروبا ومن مدارس أوروبا ومن جامعات أوروبا ومن مجتمع أوروبا. أما عودة إلى سؤالك المهم جدا وهو حول إيران واحتضانها للإرهاب، هذا حقيقة ما كانت تقوله الدول العربية، هذا ما قالته المملكة العربية السعودية منذ مدة طويلة جدا، هذا ما قال الأشقاء العرب في هذه المنطقة، بأن هنا حاضنة للإرهاب، تغذي الإرهاب وتصنع الإرهاب وتصدر الإرهاب
ومع هذا تحصل هذه الحاضنة وهي ثورة إيران الإرهابية تحصل على غطاء دولي. إذا ما نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي كيف يحاول بكل الجهود أن لا يمس إيران أي سوء على هذا الجانب. نعم طبعا نحن مدركين لما تقوم به إيران وليس من الأمس القريب وإنما منذ مدة طويلة جدا. هي المستفيد الأول من القاعدة ومن داعش ومن التنظيمات الإرهابية، هي من صدر الإرهاب، هي من صدر الطائفية، هي من ضحك على مجموعة مع الأسف من الدول العربية وجندتهم لمصلحتها. وهناك مع الأسف من وضع نفسه تحت خدمة إيران من اليساريين العرب على الأقل على المستوى الثقافي والصحفي والإعلامي وإن كانوا قلة ولكن كان لهم دور في التهييج وفي إيجاد أرضية لهم في الوطن العربي. نعم أتفق معك. إيران هي الحاضن الأول والأكبر على مستوى العالم للإرهاب. نعم. ولكن هذا الإرهاب بكل أسف مصدر للدول العربية والمقصود به هي الدول العربية ومن أكتوى بناره هي الدول العربية. ومع هذا المجتمع الدولي لم يتخذ موقف قوي جدا وحازم وحاسم من الإرهاب الدولي العالمي. لماذا؟ لأن أغلبها موجه إلى الدول العربية ولأنه يخدم مصالح أجنبية حقيقية في الشرق وفي الغرب، وهذا مع الأسف لا أخلاقي ولا إنساني. وهذا ليس جديدا يعني وليس بالتحليل، هذه وقائع. بينما في المقابل الدول العربية تجد فيها حاليا أغلب المراكز والمعاهد والجامعات التي تحارب التطرف وتحارب الإرهاب. نعم. كل دولة عربية تقريبا. دعني أعطيك مثال فقط مسميات على عجالة. لدينا التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، لدينا مركز هداية، لدينا معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، لدينا مركز محمد بن نايف للمراصحة، لدينا الإدارة العامة لمكافحة التطرف، لدينا اعتدال، لدينا مركز الملك فيصل لبحوث الدراسات، لدينا الكثير والكثير، ومركز الحرب الفكرية. نعم. كل هذه من أجل محاربة الإرهاب. حتى هذه المراكز وهذه الجهات لا تحصل على دعم من الغرب الذي يقول أنه يحارب الإرهاب. نعم. لو حصلنا على الدعم المعلوماتي واللوجستي لقضينا على الإرهاب. نعم. طيب سعادة اللواء، يعني كيف يمكن أيضا الاستفادة من بعض الدول العربية التي استطاعت أن تحجم هذا الدور ولم تحدث فيها يعني أو فضحت أو كشفت أو أحبطت أي عملية فيها، وعلى رأسها مثلا دولة الإمارات العربية الشقيقة التي لم نسمع أو يعهد أن حصلت فيها أي عملية إرهابية، حتى وإن خطط لذلك ربما اكتشفت أي عملية تحدثت. كيف يمكن الاستفادة أيضا من هذه الإجراءات في الوطن العربي الآخر لتحجيم وإنهاء هذا التطرف اللي ما زال يهدد كيان الأمة العربية وأمنها القومي في قادم السنوات؟ هذا ملفت ايضا اذا ما علمنا ان في الدول العربيه فعلا جهات كالمملكه العربيه السعوديه، الامارات العربيه المتحده، عده جهات اخرى وايضا بلدان اخرى في محاربه الارهاب، جمهوريه مصر العربيه لديها ايضا نجاحات، لم حقيقه لم تتضافر حول هذه الدول الجهود العربيه الاخرى من جميع الدول العربيه. وهذا لابد الاعتراف به حتى مع الاسف. نحن كعرب ليس بيننا تناغم ولا تعاون مثالي كما يجب لمحاربة الإرهاب. تجد ما نراه إرهابا حقيقيا يدمر الوطن العربي ويقتله ويفتك به، نجد من العرب من يغطي هذا الإرهاب. سأعطيك فقط مثال، يعني حزب الله أليس صنف إرهابيا؟ حماس مثلا تقوم بأعمال إرهابية، هناك منظمات في سوريا، هناك حشود تدعى لإيران وهي عربية مع الأسف، ومع هذا لم يستطع العرب أن يصنفوا هذه الجهات على أنها إرهابية. أتفق معك مرة أخرى، في الإمارات العربية المتحدة، في الدول العربية، في المملكة العربية السعودية لديهم حقيقة نجاحات ولديهم خبرات ولديهم دروس مستفادة. في جمهورية مصر العربية تقاوم الإرهاب، تحاول أن تتخلص منه. حقيقة مصر تغلبت على الإرهاب بعد أن تخلصت من الانقلاب الذي حدث على أرضها وهو انقلاب الإخوان. نعم. على المفاهيم وعلى مفاهيم الدولة المصرية وعلى المجتمع العربي والإسلامي. نعم. لكن نحن كعرب ليس بيننا تعاون مثالي فيما يخص محاربة الإرهاب، وهذا أيضا أعطى للآخرين في الاتحاد الأوروبي، في القارتين الأمريكيتين، في الاتحاد الروسي، في الشرق والغرب، أعطاهم أيضا ذريعة بأن يقولوا حتى أنتم لم تتفقون على تسمية الإرهاب وعلى محاربته على أراضيكم، بل أنكم أنتم من يؤوي بعضا، وهذا حقيقة.
هم حقيقة مستفيدين في الغرب من هذا الجانب مع الأسف. أشكرك. ونحن في النهاية كعرب نحن الضحايا. أشكرك. إذن اللواء عبد الله القحطاني خبير عسكري ومتخصص بالدراسات الاستراتيجية الأمنية كنت معي عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. وإذا ما عدنا إليك سعادة العميد علي ناجي، هنالك من يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي وجد ضلته في مسمى جماعة أو ميليشيا الحوثي الإرهابية، لأنها لم تستطع أن تسقط مثلا في اليمن مسمى داعش أو القاعدة لأجل أن تكون ورقة للتلاعب بها، بل هنالك جماعتان الإخوان والحوثي، كيف تعلقان؟ عزيزي بالنسبة لاستخدام الإرهاب ورقة وظل من كما تحدثنا من وتحدث ضيوف الكرام منذ الحرب الباردة وحتى اليوم ورقة ضد هذه الأنظمة أيضا المقارنة لاستحلابها أنظمة الأنظمة العربية والتشويه أيضا بالإسلام وفق الإسلاموفوبيا التي تعاني من أوروبا وأمريكا. لكن الوجهة الإرهاب دعنا حقيقة أسئلتك عميقة ودقيقة لكن حلقت بنا في سباء وفضاء الإرهاب. دعنا نهبط شوية الأرض لنراب ما هو على الأرض بالضبط. يعني أنت تتحدث عن وجه من وجه الإرهاب الذي لم ينتبه له لم يلتبت له المجتمع الدولي اللي هو الإرهاب الخوثي أو كما يسميه البعض وليس الحوثي، يعني على قربه من الخامنئية والخامنئية الآخر. ايضا الارهاب الاخواني، لاحظ هذا الارهابين هذا الارهابان يخوضان حربا ضد التحالف وضد الشعب اليمني في ان واحد بكل وجه. هذا يحارب من الجبهة على اعتبار في منطقه قتاليه مسيطره عليها، والاخر عبر استنزاف باسم انه يكافح هذا الارهاب. صحيح. ولديهم اتفاق واضح، اهداف واضحه جدا اللي هي ضرب التحالف على اعتباره ورأس التحالف هذا اللي يكافح الإرهاب الذي لديه كل مؤسسات ووجه كل طاقاته لمكافحة الإرهاب، ويرأس تحالف من 33 دولة لمكافحة الإرهاب، التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ومن 13 دولة لإعادة الشرعية وإعادة الشرعية المفقودة طبعا. نعم. في اليمن وهي المملكة العربية السعودية وترأسها، وفي الرياض هذه أيضا توجيه سهام الإرهاب بشكله الاستنزاف والاستعداد لحرب قادمة ضده من قبل الفرع الإرهاب الإخواني وأيضا الحوثي. نعم. إذا هناك نقاط لقاء يتفقان لدى الإرهابيين ولا يتفق كثيرا المتابعين الهدف. نعم. الآن من هو الهدف الإرهابي لجانب التحالف لجانب المملكة العربية والإمارات ومصر وبقية الدول العربية؟ هو القوى الوطنية داخل البلاد. أنا بدأت أتحدث فقلت دعنا من تفاصيل. صحيح. لنعود إليك، فأعتقد أنك عدت لي من أجل هذا الموضوع. نعم. إذا القوى الوطنية داخل اليمن يجب أن تكون رأس حقيقي وحليف حقيقي لمكافحة إرهاب معقد موجهين، وجه إرهابي الذي طبعا يمتلك كل المؤسسات باسم شرعية وأسلحة أو أيدية مخالبة لداعش والقاعدة بشكل آخر. نعم. والإرهاب الآخر اللي هو الحوثية ولدعم إيران وعدد من المنظمات العربية والدولية. إذا هذا التحالف يجب أن ينشأ على الأرض هنا، وأريد أن أكرر مرة أخرى الانتقالي والجنوب المقاتلة في كل الجبهات. نعم. المؤتمر الشعبي بكافة صنوفه ومع كل هنا كانت اختلافات. نعم. القوى القومية بشكل عام، البعثية، الاشتراكي، المستقلين، الشعب اللي هو ضحية. نعم. لمثل هذه الإرهاب. أشكرك. هنا سيتم فعلا إن تم هذا التحالف بناء بشكل دقيق، ونحن كما دعا معالي اللواء عبد الله القحطاني. نعم. إلى دعم المراكز الدراسات ومؤسسات مكافحة الإرهاب في المملكة، أيضا المملكة والتحالف تدعم مثل هذا التحالف بمكافحتين الآن وقبل فوات الأوان. الوحدة اليمنية قامت تحفظت عليها المملكة العربية السعودية، لكن كانت لولا قيامها لوصل الإرهاب ليحكم صنعاء باسم. نعم. الإرهاب الإخواني. نعم. ولوصل أيضا ليهدد المملكة، أمن المملكة وأمن المنطقة بشكل عام، وربما قد كانت المملكة ودول الخليج في خبر كان. نعم. هذه دروس للتاريخ يجب أن نستفيد منها ونستحضرها من أجل الحاضر والمستقبل. في خطورة كبيرة، التهديد يجري في كل مكان،
ينسحبون من هنهم ليأتي إلى حور أو إلى شقرة. نعم. ويقولون بأنه الأولوية الأولى، الأولوية الأولى هي الجنوب. ما معنى هذا؟ وين الإرهاب هناك؟ صحيح. ليهدد عمق المملكة وهدد الأمن الإقليمي. نعم. والأمن الدولي والملاحة البحرية والجوية وكل ما يمكن يمط بصلة للأمن. أشكرك. يبقى أولوية. وصلت رسالة سعادة العميد. أو لا اعتبار. أشكرك دها من الوقت سعادة العميد علي عميد ركن علي ناجي عبيد، كنت معي خبير عسكري يمني كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك ونأمل أن تصل رسالتك للمعنيين والأخذ بها بعين الاعتبار. أستاذ منير في ختام هذه الحلقة، يعني ما هو الحل أمام هذا التحدي القائم والذي يعني لا يستحمل أو لا يحتمل التأخير؟ نعم بكل تأكيد، يعني هناك تحدي كبير تعيشه المنطقة العربية، وربما تعيش هذا التحدي ربما لعقود يعني ليست قليلة أو قصيرة خلال الفترة القادمة، في ظل وجود جماعات وتنظيمات دينية متطرفة وبعض التنظيمات المتمردة، وأعتقد أن هناك ربما يعني تنظيمات يعني تخلط ما بين التطرف والتمرد في المنطقة العربية، ولذلك لابد أن يكون هناك تحالف عربي حقيقي يكون منشأه الجامعة الدول العربية، وأن تكون ثمة هناك قوة عربية مشتركة يكون دورها محاربة هذه الجماعات والتنظيمات الدينية المتطرفة المدعمة من قبل دول ربما غير عربية أو حتى بعض الدول العربية التي تدعم هذه الجماعات، ولا بد أن يكون هذا التحالف أو القوة المشتركة، القوى العربية المشتركة دورها هو إثبات أو تثبيت دعائم الأمن والسلام في المنطقة العربية، وهنا أعتقد إذا نجحنا في ذلك فلن يكون هناك أي داعي نعم للاستعانة بهذه الدول الكبرى التي لها مصالح خاصة مع الجماعات والتنظيمات المتطرفة أو التي تدعم التنظيمات المتمردة لأهداف سياسية أو حتى عسكرية.